السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام آه ما زلنا في شهر فبراير شهر الثورة شهر الملحمة اليمنية الكبيرة وهو الشهر الذي سيظل بالنسبة لليمنيين على مفارقة ومثلما أن الأديان اختصت مساحة في الزمان ومساحة في المكان آه وصفتها بالمساحة المحرمة صار عندنا أشهر حرم مثلاً وعندنا مكان حرام او مسجد حرام مثلما ان الاديان اختصت هذه المساحه من الزمان والمكان الانسان ايضا اختص مساحه في الزمان ومساحه في المكان لنفسه باعتبارها تلك المساحه التي تجلت فيها عبقريته وعظمته وتجلت فيها خصائصه النبيله وايجابياته بالنسبه لنا نحن اليمنيين فان شهر فبراير هو واحد من الشهور التي برزت فيها عظمه الانسان اليمني وبرزت فيها ايجابياته وسماته النبيله. ولذلك سيظل هذا الشهر في ذاكره اليمنيين يعني بمثابه علامه فارقه وعلامه ضوء لا يمكن ان نتجاوزها. فبراير هو الشهر الذي حدثت فيه كما قلت اضخم الملاحم اليمنية في, في, في تاريخه الحديث وربما في تاريخه كله. ولهذا آه راينا انه لا يجوز ان نعبر على آه هذا الشهر دون ان آه نكثر الحديث عن الثوره وعن آه اسئله الثوره. في حلقتين ماضيتين تحدثنا عن آه شبهات حول ثوره فبراير وناقشنا بعض هذه الشبهات وفي حلقه ماضيه تحدثنا عن سؤال او ناقشنا سؤال آه هل نجحت ثوره فبراير ام فشلت؟ واليوم راينا ان نتحدث عن فبراير ايضا ولكن من الزاويه الاخرى من زاويه الثوره المضاده، الثوره المضاده لثوره 11 فبراير. على اعتبار ان الثوره المضاده ايضا تستحق الدراسه وتستحق النقاش وتستحق التوقف اذا ما اعتبرنا اننا منذ 2011 الى اليوم ونحن نكتسب خبرات ونكتسب دروس ونراكم نراكم دروس نحن محتاجينها سواء في هذا الجيل او في الاجيال التاليه. ولذلك رأينا أن نناقش في هذه الحلقة مجموعة عناوين سنتحدث عن مفهوم الثورة المضادة ما هو ما طبيعتها سنتحدث عن الربيع العربي والظروف الجيوسياسية التي نشأ فيها في منطقة الشرق الأوسط الإسلامي تحديدا سنتحدث عن الثورة المضادة للربيع العربي بشكل عام وعن الثورة المضادة لثورة فبراير بشكل خاص ثم ننهي الحديث بحصاد سنوات ست من الثورة والثورة المضادة. الثورة المضادة، هذا المصطلح الذي أطلق من فترة طويلة على الحركة حركة الأفراد أو الجماعات التي تريد أن تعيد الأمور إلى ما قبل الثورة. أي حركة تريد إعادة العجلة إلى ما قبل الثورة فهي ثورة مضادة. وطبعا الثورة المضادة يعني وان كان مصطلح حديث الا انه حالة ومفهوم موجود يعني من زمان احنا على مستوى التاريخ الاسلامي مثلا عرفنا ثورة مضادة اول ثورة مضادة عرفها المسلمون ضد الاسلام هي ثورة هي التي اتخذت المظهر الشيعي أنا اعتقد ان المذهب الشيعي هو صورة من صور الثورة المضادة للاسلام نفسه لماذا؟ لانه الاسلام كان ثورة بمعنى من المعاني الثورة هي حدث يجري بعده تغيير جذري في البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والى اخره، تغيير نوعي. الاسلام كان يعني من هذه الزاوية كان ثورة، ثورة على البنى الاجتماعية الموجودة في العالم انذاك سواء في الجزيرة العربية او في العالم بشكل عام، وثورة على البنى السياسية والبنى الثقافية. يعني على مستوى البنية الاجتماعية آه الاسلام احدث تغييرا جذريا في آه التراتبيه الطبقيه الموجوده في المجتمع الجاهلي انذاك، كان لدينا طبقه الساده وطبقه العبيد. الاسلام جاء آه بمجموعه آه اجراءات حررت طبقه العبيد. وطبقه العبيد في المجتمع الجاهلي كانت تمثل آه الطبقه العماليه، يعني اقتصاد الجزيره العربيه تقريبا كان قائما على طبقة العبيد فأي تغيير أو تعديل في هذه الطبقة أي إجراء داخل هذه الطبقة سيؤدي في النهاية إلى أحداث تغيير في في بنية الاقتصاد وبنية الاقتصاد هو هي البنية الأساس التي يقوم عليها المجتمع يعني تحرير طبقة العبيد التحرير التدريجي لطبقة العبيد الذي حدث في الجزيرة العربية أحدث تغيير في البنية الاقتصادية ولولا أن حركة الفتوحات أوجدت مصادر جديدة للاقتصاد في الجزيرة العربية لكانت هناك أزمة كبيرة في الجزيرة العربية أيضا دفع الإسلام باتجاه ثورة في البنى السياسية كما قلت الجزيرة العربية آنذاك كانت إما كانت أطرافها واقعة تحت الاستعمار والاحتلال القيصري الفارسي من ناحية والروماني من ناحية أخرى ومناطق اخرى كانت بلا دوله، يعني وسط الجزيره كان بلا دوله. الاسلام جاء فقلب الموازين انشأ دوله داخل وسط الجزيره العربيه وازاح الاحتلال او الاستعمار او النفوذ الفارسي والروماني من اطراف الجزيره العربيه، كانت فارس موجوده في العراق، موجوده في اليمن، موجوده في ربما في البحرين في مناطق معينه روما ايضا كانت موجوده في شمال الجزيره العربيه وفي غربها وكانت موجوده في شمال افريقيا بالكامل مجيء الاسلام احدث تحول كبير جدا في هذه في هذه الامور وهذا يعيدنا الى مساله مهمه للغايه وهي مساله اعاده تفسير الفتوحات الإسلامية ما يسمى بالفتوحات الإسلامية في حقيقة الأمر هي بحاجة إلى إعادة تفسير على ضوء هذه المقولة يعني الفتوحات الإسلامية يمكن أن نقرأها باعتبارها حركة تحرر قام بها قامت بها الأقوام السامية في الجزيرة العربية نحن نعلم أن الجزيرة العربية كانت موطن الأقوام السامية الساميون طبعا ينتسبون إلى سام بن نوح كما يقال هو تقسيم توراتي التوراه قسمت الناس الى ساميين وحاميين ويافثيين وما شابه ذلك سكان الجزيره العربيه اطلقت عليهم اسم الساميين. الساميون للاسف لم يكونوا لم لم يتمكنوا من السيطره على الجزيره العربيه بالكامل طوال الوقت. واول دوله انشاها الساميون كانت الدوله البابليه وجاءت عقب الدوله السومريه، السومريه ليست ليست حضاره عربيه او ليست حضاره ساميه. وبعض الباحثين المعاصرين العرب يعتقدون ان الساميين هم العرب ويسموهم عرب بينما يعني طبعا المؤرخين التراث الدولي يطلق على الساميين يعني يعتبر العرب جزء من الساميين وليس كامل الساميين الساميون تعرضوا للاضطهاد وتعرضوا للاحتلال من قبل الدولتين الامبراطوريتين الكبيرتين انذاك وهما فارس وروما يمكننا اعتبار يمكننا اعتبار حركه الفتوحات هي حركه تحرر من الامبراطوريتين الفارسيه والرومانيه انذاك وهذه الحركه حركه التحرر استطاعت ان تسقط احدى الامبراطوريتين الى الابد وهي الامبراطوريه الفارسيه بينما ازالت الاستعمار او استطاعت ان تفقد الإمبراطورية الرومانية بعض مصالحها في المنطقة لكن لم تكن ردة فعل الرومان على الإسلام وعلى العرب وعلى الفتوحات مثل ردة فعل الفارسيين لماذا؟ لأن أصحاب فارس لم يفقدوا مستعمرة من مستعمراتهم كما, هو كما حدث مع الرومان وإنما فقدوا الدولة نفسها دول دولة فارس نفسها حضارتهم الفارسية بالكامل سقطت وهذا أوغر صدور الكثير من الفارسيين فنشأت أو ظهرت ثورة مضادة آه، تمثل بعضها في آه، حركة ما يسمى بالشعوبيين الحركة الشعوبية المعروفة التي ظهرت في القرن الثاني الهجري وظهرت حركة الزندقة أيضا التي آه، كانت آه، كان ظاهرها الإسلام وباطنها آه، الإلحاد أو المانوية وظهرت آه، آه، حركة ثالثة من آه، من حركات الثورة المضادة وهي حركة التشيع كان الاذكياء في فارس يعتقدون ان من المناسب ان نضرب الاسلام من داخل حصونه آه هذه حركه افضل آه لانها آه خلف الانظار بعيده عن الانظار وبعيده عن الرقابه فاتخذوا من التشيع لآل البيت كما يسمونهم التشيع للاسره العلويه آه اتخذوها ذريعه للانتقام من الاسلام نفسه وإذا تأملنا في الشخصيات التي أسست المذهب الاثنى عشري والمذهب الإسماعيلي منذ نهاية القرن الأول وما تلاه سنكتشف أن هذه الشخصيات ليست عربية في معظمها يعني تقريبا 95% أو 90% ليست عربية بعضها رومانية وبعضها فارسية وأغلبها كانت مسيحية لها علاقة بالمسيحية ولذلك كان التشيع عباره عن قالب مسيحي بمضامين اسلاميه الى حد ما. كانت هذه هي اول ثوره مضاده للثوره الاسلاميه، هذه اول شكل من اشكال الثوره المضاده عرفناه نحن كمسلمين. لكن طبعا الثورات الانسانيه بعد ذلك والثورات التاريخيه بعد ذلك عرفت اشكال من الثوره المضاده، الثوره الانجليزيه عرفت ثوره مضاده وعادت الملكيه بعد ان اقاموا الجمهوريه الثورة الفرنسية نفسها عرفت ثورات مضادة وليست ثورة مضادة واحدة يعني بعد أن يعني أخرجوا الملك بعد أن أسقطوا الملك والملكية في فرنسا جاءت الإمبراطورية النابليونية وأعلن نابليون نفسه إمبراطوريا إمبراطورا وكانت هذه بمثابة ثورة مضادة على الثورة إلى حد ما لكن بعد 18 سنة من الثورة عادت الملكية من جديد، الفرنسيون أعادوا بعض أقارب الملك السابق ونصبوه ملكاً. ومع ذلك هذه الثورة أيضاً سقطت واستمرت الثورة الفرنسية من ثورة إلى ثورة مضادة قرابة 80 سنة. 80 سنة وهم في حالة ثورة وثورة مضادة طبعاً أنهكت فرنسا وأنهكت المجتمع الفرنسي والاقتصاد الفرنسي ايضا الثوره الروسيه الثوره الروسيه شهدت ثوره مضاده ثورات الربيع العربي كانت ثوراتها المضاده واضحه للعيان لكن قبل ان نتحدث عن الثورات المضاده للربيع العربي في المحور الاول ثم ننتقل الى الحديث عن الثوره المضاده ل 11 فبراير تحديدا نريد ان نتحدث عن الظروف الجيوسياسيه للثوره والثوره المضاده يعني الظروف نقصد بالظروف الجيوسياسيه ظروف الشرق الاوسط الاسلامي قبل الثوره مباشره قبيل الثوره مباشره ثوره الربيع العربي يعني كيف كانت حتى نتوقع ما الذي يمكن ان يحدث بعد ذلك يعني مثلا احنا كانت لدينا كتل في الشرق الاوسط كتل ثلاث تقريبا اربع كتل في الشرق الاوسط الاسلامي. الكتلة التركية الديمقراطية، كتلة دول الممانعة التي تمثلها ايران وسوريا ومن لف لفهما وكتلة الاعتدال كما يسمونها مجموعة الدول العربية او اغلب الدول العربية وكتلة اسرائيل. هذه الكتل لابد ان نطلع على لابد ان نتاملها قليلا قبل ان نتحدث عن الثوره المضاده للربيع العربي طبعا آه، تحدثنا عن ثلاثه محاور ثلاثه محاور كانت موجوده في منطقه الشرق الاوسط الاسلامي المحور الرابع هو محور اسرائيل قلنا المحور الاول او الكتله السياسيه الاولى في الشرق الاوسط كانت كتله دول ما يسمى بدول الاعتدال وطبعا هذه التسمية جاءت من منظور الموقف الموقف من القضية الفلسطينية وإسرائيل هناك دول سموها دول اعتدال لأنها في موقفها من إسرائيل لا تحاول أو لا تفضل التحرش بإسرائيل وموقفها من الديمقراطية هذه الدول هو موقف الرافض للديمقراطية والمشروع الديمقراطي وهناك دول أخرى سموها دول الممانعة لأن لديها موقف من إسرائيل رافض وتقول انها داعمه للمعارضه داعمه للمقاومه الفلسطينيه وداعمه لاي مقاومه ضد المحتل الفلسطيني. هذه الدول سموها دول الممانعه. والنوع الثالث او الكتله الثالثه من الدول في منطقه الشرق الاوسط هي طبعا كما قلنا الكتله الديمقراطيه وكانت فقط تمثلها تركيا. وكانت الى حد ما قطر دوله داعمه لهذه الكتلة لاعتبارات كثيرة من ضمن كتلة الكتلة الديمقراطية مجموعة قوى التغيير في الوطن العربي أيضا لأنها كانت راغبة في التغيير باتجاه الديمقراطية لو تأملنا قليلا محور ما يسمى بالاعتدال دول الاعتدال وهي معظم الدول العربية كما قلنا هذه الدول في الباطن ربما كانت تفضل عقد مصالحة مع إسرائيل مصالحة طويلة المدى والاعتراف بإسرائيل وإنهاء المشكلة العربية الإسرائيلية التي سموها في الأخير القضية الفلسطينية ومجموع دول الاعتدال أيضا لها موقف من الديمقراطية السلبي للغاية هي ترفض مشاريع الديمقراطية تماما لماذا؟ لأنها إما ملكيات شمولية وإما جمهوريات تسعى إلى التمليك يسموها بعضهم جملكيات بالنسبة للملكيات الشمولية يعني ملكيات مستبدة ليست ملكيات دستورية هذه الملكيات تفضل البقاء على امتيازاتها الموجودة ولا وترفض أي تغيير باتجاه الديمقراطية أو إعطاء الشعوب يعني أي قدر من المسؤولية والامتيازات ترفض التنازل عن امتيازاتها مهما كانت وهي امتيازات واسعه جدا يعني امتيازات اقتصاديه وامتيازات سياسيه وامتيازات اجتماعيه الى اخره فكان من الطبيعي لهذه الدول الملكيه والدول الجملكية ان تقف من الربيع العربي موقفا معارضا ورافضا كان هذا امر طبيعي جدا وبعضها وصل به الامر الى انفاق مليارات عشرات المليارات لانجاح الثوره المضاده على الربيع العربي لكن هذا بالنسبة لمحور الاعتدال والدوافع التي دفعته للوقوف ضد مشروع الربيع العربي أما بالنسبة لما يسمى بكتلة الممانعة وهي إيران وسوريا وبعض الجماعات المرتبطة بهما هذه الدولة كان لها موقف من ثورات الربيع العربي موقف انتهازي فهي من ناحيه ايدت بعض هذه الثورات ووقفت معها لاهداف ولاغراض ما يعني اهدافها واغراضها هي شركه هذه الثورات كما حدث في اليمن يعني دخلوا في الصف الثوري في اليمن عن طريق يعني حصانهم الحصانهم غير الرابح الحوثيين بهدف اسقاط النظام لشركه الثوره لكن في سوريا مثلا لم يكونوا مع الربيع كانوا مع الربيع في اليمن لأهداف خاصة لكن لم يكونوا مع الربيع في في سوريا لماذا؟ لأن هذا هذه الكتلة وإيران تحديدا من المعروف أنها ليست دولة ديمقراطية وإن كان وإن كان البودي يعني الظاهر أنها ديمقراطية نحن نعلم نحن نعلم أن الديمقراطية في إيران ديمقراطية زائفة لأن الصلاحيات هناك هي للولي الفقيه خامنئي هو الحاكم الحقيقي صاحب السلطة المطلقة في إيران وما رئيس رئيس الدولة الآخر هذا إلا بمثابة فزاعة يعني خيال مآتة على ما يقول المصريين يعني لا يستطيع أبدا أن يتخذ قرارات تخالف مزاج المرشد مرشد الثورة إذا هي ديمقراطية زائفة ومثلما أن ديمقراطية زائفة كان أيضا نصرتها ل الربيع العربي نصرة زائفة لانها كما كما قلنا وقفت مع بعض هذه الثورات في بعض البلدان ووقفت ضدها في بلدان اخرى كان من مصلحه ايران ان تسقط بعض الانظمه العربيه الهشه لكي تستولي على منطقه الجزيره العربيه لانه بعد سقوط نظام صدام البعثي في العراق اصبح الطريق خاليا امام ايران لاطماعها الكبيره واطماع ايران ليس لها حدود بالمناسبه تحدث عنها كثيرون منهم الخبير الايراني الامريكي ولي نصر هذا الرجل كان مستشارا للرئيس الامريكي كلينتون ربما وله كتاب في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره اسمه صحوه الشيعة هذا كتاب يعتبر مفتاح من مفاتيح السياسه في المنطقه صحوه الشيعة كلام او كتاب يتحدث عن صعود التيار الشيعي وصعود الاحلام الشيعيه وكيف ان المنطقه التي كانت في يوم ما يحكمها شيعه اصبحت ثم ضمرت القوى الشيعيه فيها مثل باكستان مثل العراق مثل الجزيره العربيه ومصر وغيرها هذه بلدان كان يعتقد انها تابعه للتاج الفارسي التاج الشيعي لكنها منذ فتره ما منذ عقود توارت فيها ايادي الشيعه او ضمرت لصالح التيار السني، وهو يقول انه الان يحدث العكس الان في هناك حاله ضمور للقوى الشيعيه وحاله انتعاش للقوى عفوا حاله ضمور للقوى السنيه وحاله انتعاش للقوى الشيعيه، يتحدث عن باكستان وحركه التمدد الشيعي داخل باكستان يتحدث عن العراق وعن دول دول عديده ايران اذا كانت تعد نفسها وتجهز نفسها للسيطره على الشريط الساحلي للخليج العربي وعلى الشريط وعلى وسط الجزيره العربيه كما سنرى في فيديو قادم في هذه الفتره في هذه الفكره المحور الاعتدال او المحور الثالث في هذه المحاور هو محور تركيا او محور الديمقراطيه تركيا بنظامها الجديد النظام الديمقراطي الجديد وجدت نفسها معزوله من الناحيه الجغرافيه في القاره الاوروبيه طبعا امريكا تركيا اذا ارادت ان تتحرك لها ثلاثه ابعاد فقط عندها البعد الجغرافي الموصول بأوروبا وعندها البعد الاثني العرقي ويتمثل في مجموع الدول الدول الشعوب التركيه موجوده في شمال اسيا ووسط اسيا وغرب اسيا دول كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان واذربيجان والى اخره هذه الدول تمثل دول الشعوب التركيه والأتراك يعتقدون أن بينهم رابطة إثنية عرقية البعد الثالث البعد الثالث في حركة لحركة الدولة التركية هو البعد التاريخي يعني علاقتها بالمسلمين والعرب خصوصا يعني العلاقة الإسلامية تركيا وجدت أنها محاصرة في البعد الأول وهو البعد الجغرافي لأن أوروبا اوصدت امامها الابواب من زمن طويل الطيب رجب اردوغان قال قبل فتره يعني يخاطب الاوروبيين نحن على ابوابكم من سبعين سنه نطرق ابواب اوروبا وانتم ترفضون قبولنا اوروبا بطبيعه الحال لديها موقف تعتقد ان السياسه الاوروبيه تعتقد ان اوروبا هي نادي اوروبي نادي مسيحي لا يمكن قبول عنصر اسلامي داخل هذا هذا النادي ووجد الاتراك انفسهم محاصرين داخل هذا النطاق الجغرافي لا اوروبا قبلتهم ولا هم امتدوا خارج النطاق الجغرافي باتجاه الجنوب والشرق فبدات بدا السياسيون الاتراك يفكرون في التحرك باتجاه البعد الثاني وهو بعد, بعد الاثنيات قالوا لما لا نكون آه تحالف تركي بين الشعوب التركية الممتدة في في القارة الاسيوية ونصنع كتلة اقتصادية وسياسية يعني يكون لنا بها شأن بين كتل العالم لكن هذه الحركة ايضا بأت بالفشل لانه كانت هناك قوى كثيرة تعارضها اوروبا نفسها تعارض تعارض هذه الحركة باتجاه تكوين كتلة تركية واسعة ايضا روسيا تعارض هذا وليس من مصلحة احد بجوار تركيا أن تنجح أن ينجح تنجح صناعة الكتلة التركية الواسعة. يعني كتلة تضم كل دول الشعوب التركية. حوالي سبع دول تقريبا. هذا البعد أيضا كان يعني مسدودا، هذا الطريق كان مسدودا أمام الأتراك. فلم يكن أمامهم في النهاية غير البعد الثالث وهو الاتجاه في البعد التاريخي، الحركة في البعد التاريخي الذي يمثل العرب والمسلمين فالقياده التركيه الجديده لانها قياده ديمقراطيه وجدت ان الانظمه العربيه السابقه كانت انظمه استبداديه والانظمه الاستبداديه لديها حساسيه من الديمقراطيات حساسيه مفرطه ولان النظام التركي نظام ديمقراطي لم يكن مرحبا به في الاوساط العربيه فمن الطبيعي ان ترحب تركيا بثورات الربيع العربي لانها كانت ستصب في صالح الديمقراطيات. يعني حينما تضيف ديمقراطيه جديده الى الديمقراطيات المنطقه، هذا يعزز الديمقراطيه القديمه، سيعزز موقف تركيا من مختلف النواحي. فلهذا السبب كان رد فعل تركيا تجاه الثورات ايجابيا، ساندتها، وقفت معها، وكما وقفت معها ايضا قطر، وقطر كانت تمر بمجموعه تغيرات. يعني اتوقع مع مع الزمن ربما تتحول قطر الى ملكيه دستوريه او اماره دستوريه اذا صح التعبير لانه لديها استعداد لذلك فيما يبدو من سياستها. اذا هذه هي الكتله الثالثه. الكتله الخامسه او الكتله الرابعه عفوا كانت اسرائيل. اسرائيل دوله وجدت نفسها امام تحديات كثيره جدا. المقاومة المسلحة في غزة تحدي المقاومة المسلحة في جنوب لبنان تحدي آخر ونحن سنأتي على ذكر هذه المقاومة المسلحة وحقيقتها التحدي الديمغرافي الهجرة الداخلية الهجرة الخارجية العكسية يعني هجرة اليهود من, فلسطين من, من إسرائيل أو من فلسطين إلى أمريكا وإلى غيرها هذه كانت تحدي آخر نقص المواليد كان تحدي رابع أو خامس و كانت أمام خيارات محدودة إما أنها تقبل بفكرة الدولة الواحدة يعني دولة تضمها مع الفلسطينيين وهذا وهذه دولة خطيرة على مستقبل إسرائيل لأن الإسرائيليين سيتحولون في هذه الدولة إلى أقلية ولذلك إسرائيل ترفض فكرة الدولة الواحدة التي تضم الطائفتين تضم الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين أيضا حل لا تقبل به إسرائيل لأنه إلا بشروط معينة لا يقبل بها الفلسطينيون. فاذا عيون اسرائيل كانت تعول على من؟ تعول على الانظمه العربيه المستبده لحمايتها، يعني هي امام مخاطر كبيره جدا. كان الحل هو ان يكون هناك انظمه عربيه تقوم بحمايه اسرائيل من هذه التحديات. الانظمه السابقه كانت الى حد ما تقوم بهذه المهمه، كانت جيده يعني نظام مبارك في مصر و أنظمة أخرى هنا وهنا كانت أيضا تناسب المزاج الإسرائيلي فلما قامت ثورات الربيع العربي وجدت أن هذه الثورات قد جاءت بالإسلاميين إلى السلطة والإسلاميون أعداء للداء لإسرائيل فكان من الطبيعي أن ترفض إسرائيل مجيء الدول أو عفوا كانت من الطبيعي أن ترفض ثورة الربيع العربي وأن تتآمر عليها والطريف أو من المضحك المبكي أن بعض العرب ما زالوا يعتقدون إلى الآن أن ثورات الربيع العربي هي مؤامرة صهيونية يعني مؤامرة استخباراتية صهيونية ولهؤلاء نحب أن نقدم هذا هذا الفيديو لمجموعة من المسؤولين المسؤولين الإسرائيليين مسؤولي استخبارات وسفير إسرائيل في مصر بانت ثورة ثورة يناير نستمع إليهم وإلى تخوفاتهم وإلى ردودهم على فكرة أن هذه ثورة صهيونية الجماعة ما كانوش يعني ما كانوش متوقعين هذا الحدث على الإطلاق نشوف أنا فقط أقتبس من الصحافة أن رئيس الاستخبارات كان في الكنيست وأيضا في لجنة الشؤون الخارجية، قال إنه لا يعتقد أن ما يحصل في تونس سوف تكون له تداعيات في الدول العربية الأخرى، مصر طبعا مختلفة، من السهولة بمكان الإمساك بزمام الأمور في مصر، لكن ذلك شكل صفعة لنا. فهمت أن ما حدث في تونس قد يحدث في مصر، لأن النظام في تلك الفترة كان نظاما ممقوتا مكروها من قبل الطبقة الوسطى التي انطلقت إلى الشوارع وأشعلت فتيل الثورة. لن تجد اي شخص في اسرائيل، لن تجد صحفيا او خبيرا في الشرق الاوسط يقول لك انه تنبا بما حصل، وعندما سئل رئيس هيئه الاركان الاسرائيليه الجنرال جابي اشكنازي كيف لم تتنبا بالربيع العربي؟ قال لهم ماذا عساكم تريدون مني؟ ان رئيس هيئه الاركان المصريه ذاته لم يتنبا بما حصل، لذلك ماذا تريدون مني؟ إن الانطباع الذي كان راسخا لدينا وهو انطباع شخصي كان التالي نظام صلب ورئيس قوي ومصر قويه وجهاز امن صلب لم يعتقد اي امرئ منا ان الشعب يمكن ان يسقط النظام زي ما شفنا يعني الجماعه كانوا متفاجئين لا وزير الدفاع ولا الاستخبارات كانوا مطلعين على شيء من هذا القبيل ونظرية المؤامرة هنا سقطت ونظرية فاشلة الثورات الربيع العربي إذن كانت محاطة من كل الاتجاهات بأعداء وخصوم من الداخل ومن الخارج القوى المستفيدة من النظام السابق داخل الدول الجملكية هذه كانت رافضة لثورات الربيع كل المحيط الإقليمي والمحيط الدولي كان رافض لثورات الربيع العربي وهنا تكمن عبقريتها مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا في الثورات المضاده للربيع اليمني خصوصا. نتابع الاحداث ونرصد التطورات. نتناول الخبر من زوايا متعدده. لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. مرحبا بكم مجددا. تحدثنا في المحور السابق عن الربيع العربي والثورات المضادة للربيع العربي وعن دوافع الثورة المضادة وبقي أن نتحدث عما يخصنا نحن اليمنيين آه الثورة المضادة لثورة 11 فبراير تعلمون القوى الموجودة كانت في اليمن قبل ثورة فبراير كلنا يعلمها الثورة, الثورة المضادة لفبراير كانت في الحقيقة ثورة مضادة لثورتين سابقتين يعني ما كانت فقط ثورة مضادة لفبراير بل كانت لفبراير و ل 26 سبتمبر 62 هذه خصوصيتها لأنه مكون الانقلاب على الشرعية وعلى الثورة هو عبارة عن بقايا النظام السابق نظام نظام صالح وبقايا نظام الإمامة ومعهم طبعا بعض عناصر اليسار الرف. اليسار البائس لانه معظم اليسار طبعا التحق بالشرعيه. وهذا المكون هذه التركيبه من بقايا نظام صالح وبقايا الامامه وعناصر من اليسار دوافعها مكشوفه في هذه الثوره. على مستوى نظام صالح نحن نعلم ان هذا النظام استمال الى جهته تلك الشريحه من اليمنيين التي كانت شريحه عديمه المواهب واحساسها حسها الاخلاقي ضعيف ضميرها يعني الى حد ما نايم او في غفوه اشخاص وشخصيات نحن نعرفهم نختلط بهم يوميا في 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 الشارع نعرفهم يعني على مستوى المجالس والمقائل هذه النخبه او هذه الشريحه من اليمنيين استمالها نظام علي عبد الله صالح لانه وجد فيها آآ آآ شريحه خصبه لمشروعه، مشروعه الانتهازي، مشروعه غير الوطني هذه الشريحه ممكن تحمل هذا المشروع البائس لأن الشريحه المحترمه لا يمكنها حمل مشاريع لا يمكنها ان تصطف مع مشروع غير محترم الشريحه المحترمه لا يمكن أن تكف مع مشروع غير محترم لكن شريحة غير محترمة ممكن تكف مع مشاريع غير محترمة لما يكون عندك مشروع مثل هذا بيحاول ينقلب على الجمهورية ويحولها إلى ملكية مشروع يستنزف اقتصاد البلد لصالح فئات وعوائل مشروع أجهز على التعليم وأجهز على بنية الاقتصاد وأجهز على منظومة الأخلاق وقضى على كل المنظومات الجميلة داخل البلد هذا مشروع شيطاني الذي سيصطف مع هذا المشروع بالتاكيد هم الشريحه الرثه داخل المجتمع اليمني ومعظمهم كما قلنا من عديمي المواهب ليست لديهم مواهب وجدوا انهم محظوظين بهذا النظام ولو جاءت دوله محترمه ودوله شريفه يمكن ما يقدروش يعيشوا في هذه الدوله لانهم بلا مواهب كما قلنا بلا شهادات بلا بلا امكانات ما الذي سيفعلونه في الدوله المحترمه؟ ما هي مواهبهم فكان من الطبيعي لهذه الشريحة أن تلتف حول مشروع صاحبها ولا يهمها بعد ذلك إن ذهبت اليمن إلى الجحيم لا يهمها إن ذهبت تضحيات الجمهوريين هدرا وصرحوا بعضهم صرحوا قال ما وماذا فيها إذا أقمنا ملكيا لعلي عبد الله صالح ماذا فيها هذه الشريحة الرثة يعني ما تفرقش معاها أنه نكون جمهوريين ولا ملكيين احرار لا مستعبدين، ما دامت مصالحها متوفره وموجوده. هذه شريحه. شريحه اخرى من اليمنيين وقفت مع الامامه، هذه شريحه اكثر رثاثه. لان يعني احنا بنشوفهم احنا ايضا في الشوارع ونعرفهم كيمنيين من الذي اصطف مع مشروع الامامه، الذي اصطف مع مشروع الامامه هم اولئك الاماميون الاسره الاماميه التي تعتقد انها سيكون لها امتيازات خاصه في دوله الامامه سيكون لهم امتيازات في الثروه نصيب خاص من الثروة يأتي إليهم في بيوتهم وهم قاعدون وهم سامدون ولها امتيازات خاصة في السلطة في المناصب سيكون لهم مناصب بمجرد اللقب سيكون لهم منصب خاص وسيكون لهم امتيازات في على المستوى الاجتماعي مقام اجتماعي خاص الناس يقدمونهم ويولونهم اهتمامًا خاصًا واحترام خاص باعتبار هذا المقام الاسطوري الوهمي الخرافي الذي اخترعوه. آه هذه شريحه منهم، شريحه اخرى هي شريحه آه الاميين البسطاء الـ 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 المستغفلين. وهؤلاء موجودون في القرى وموجودون في كل هذه الشريحه التي انهكها نظام علي عبد الله الصالح وجهلها وجعلها شريحه عمياء. هذه الشريحه ايضا اصطفت مع المشروع الإمامي و كونا مع بعض يعني جناحي الإنقلاب يعني بقايا نظام صالح وبقايا نظام الإمامه ومعهما عناصر من اليسار الرث ولو عدنا قليلا إلى تلك الأيام آه لاكتشفنا كيف أنهم استطاعوا أن يمضوا في في طريق الثورة المضادة أو أن ينجزوا الثورة المضادة بالتدريج يعني منذ البدايات من بدايات إجهاز إجهاض حكومة باسندوة وإظهارها بمظهر الحكومة العاجزة غير القادرة على حماية أنابيب النفط وغير القادرة على حماية خطوط الكهرباء وغير قادرة على حماية نفسها كان قرارات الوزراء لا لا تستطيع ان تمضي خارج الوزاره، يعني مديره مدرسه لا تستجيب لوزير التربيه والتعليم، مديره مدرسه اماميه تكون سلاليه ولا عفاشيه مثلا ترفض اوامر وزير التربيه والتعليم او وكيل الوزاره. فاعطوا انطباع عام داخل المجتمع اليمني بانها حكومه عاجزه ولا يمكن ان ان تستمر. اغتيالات الطيارين اغتيالات الضباط اغتيالات ضباط الأمن الذين لا يطمئنون إليهم ضباط الأمن العام والأمن السياسي الذين لا يطمئنون إليهم أو يقدرون أنهم أصحاب ولاء للطرف الآخر جرت سلسلة تصفيات كبيرة جدا لا شك أن وراءها القوى الثورة المضادة لثورة الربيع العربي وآخرها كان مسرحية الجرعة التي عرفناها جميعا والتي أدخلت مركب الانقلاب إلى صنعاء مارست الثورة المضادة في صنعاء الثورة المضادة في اليمن مارست كل فنون المكر والدهاء لإسقاط الثورة وظلت طوال فترة الفترة الانتقالية وفترة الحوار الوطني الشامل تعمل خلاياها السرية تعمل في في الباطن لترتيبات ما بعد مؤتمر الحوار لإسقاط الدولة وكانوا قد قرأوا الواقع السياسي والدولي قراءة قاصرة وفي الحقيقة أنهم كانوا أذكياء في هذه القراءة لولا أن المقادير يعني غلبتهم والمقادير صفعتهم من حيث لا يتوقعون كما نقول المكر الإلهي يأتي أحيانا من حيث لا يتوقعون كانوا يقدرون بأنه ثورتهم المضادة ستنجح كل عوامل نجاح الثورة المضادة كانت متوفرة يعني مثلا على مستوى الداخل بأيديهم كامل القوة الضاربة الحرس الجمهوري والميليشيات التي دربوها طوال سنوات سواء في لبنان أو في إيران أو في صعدة هذه كانت كلها بأيديهم أما الثورة فلم يكن لديها قوة حقيقية قادرة على الصمود أمام هذه القوة المسلحة القوة المادية كان لديهم ايضا مصادر تمويل هائله اللي هي متمثله في مصادر في مؤسسات الدوله اللي كانوا ما زالوا ممسكين بها الى ذلك الوقت او بمعظمها كان لديهم ايضا على مستوى الداخل شريحه شعبيه اميه مسكينه يعني واسعه ستقف الى جوارهم بدواعي كثيره دواعي مناطقيه دواعي مذهبيه الدواعي الى اخره نفعيه براغماتيه وهذا على مستوى الداخل على مستوى الخارج كانوا مربطين مع الخارج ومتفقين مع بعض الدول على أنه إحنا سنعمل على القضاء على الإسلاميين وإزالة الإخوان المسلمين وهذا أمر مرحب به في الخارج على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي فالكل كان مرحبين بالثورة المضادة وإحنا شفنا كيف لما دخلوا في 21 سبتمبر 2014 كيف كانت السفارات دوليه مفتوحه في صنعاء وكان شيء لم يكن وكانه لا يحدث شيء داخل صنعاء كانوا مطمئنين لانه كان في يعني ترتيبات وتضبيطات على مستوى الموقف الامريكي كانوا يتوقعون انه على مستوى الموقف الخليجي كانوا يقولون انه خلاص السعوديه والملك عبد الله من الواضح انهم ضد الربيع العربي واحنا حركتنا هي ثوره ضد الربيع اليمني فلا شك أنهم سيرحبون في السعودية لكن الملطام أو الصفعة التي لم يتوقعوها جاءت من ملك الموت ملك الموت أزاح الملك عبد الله وجاء بالملك سلمان ملك سلمان له رؤية أخرى وله سياسة مختلفة وجد أن الثورة المضادة في اليمن لم تعد النظام القديم فقط بل جاءت بإيران نفسها إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وإذا بالخليج أصبح مطوقاً من قبل ايران واذرعها من كل اتجاه مطوق في العراق مطوق في من سوريا مطوق من لبنان مطوق من آآ آآ الى حد ما في الكويت الى حد ما في البحرين الى حد ما حتى في عمان بالمناسبه يعني التيار الشيعي في عمان قوي جدا وفي النهايه مطوق في اليمن هذه كارثه بالنسبه لدول الخليج وتحديدا السعوديه واطماع ايران اطماع ايران في السعوديه اطماع كبيره وقديمه فما كان امام السعوديه الا ان يعني تتخذ الاجراء اللازم لحمايه نفسها وحمايه مستقبلها ومستقبل الخليج وبعضهم لا ما زال لا يتصور طبعا في الداخل الاله الاعلاميه للانقلاب تتحدث عن حرب اليمنيين في مواجهه 17 دوله في مواجهه العدوان وطبعا هذا نوع من التزييف والكذب على على الناس لانه الحقيقه انه صراع دول داخل اليمن صراع دول متعدده يعني الانقلابيون في اليمن وبجانبهم ايران وبجانبهم النظام العراقي وبجانبهم النظام السوري وبجانبهم نظم اخرى غير معلنه غير صريحه بعضها يكف في الظاهر مع الشرعيه وفي الباطن مع الانقلاب اذا هناك دول حقيقيه وقويه تكف مع الانقلاب في صنعاء في مقابل دول اخرى غير متفقه مع بعضها تكف مع الشرعيه وهي غير يعني سياستها غير منسجمه تماما يعني وموقفها من الشرعيه موقف متفاوت الموقف من ايران البعض يظن اننا نبالغ فيه مطامع ايران في اليمن ومطامعها في الخليج وفي الجزيره البعض يعتقد اننا نبالغ فيه من باب الحرب الكلاميه هذا هذا كلام غير صحيح ومطامع ايران موثقه ومكتوبه وبعضها موجود على سبيل المثال في هذا الفيديو الذي سنراه بعد قليل على لسان قائد حزب الله حسن نصر الله، حسن نصر الله لديه فيديو ربما في الثمانينات او في السبعينات في السبعينات على الارجح، محاضره طويله جاء فيها تصريح يقول بانه هدفنا دوله كبيره جدا يحكمها الولي الفقيه تسيطر على العالم الاسلامي، نستمع الى حسن نصر الله. ما شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر وحسب وضع البلد وتعدد الطوائف هذا السؤال كل المحاضرات السابقة تجيب بمجموعها على هذا السؤال بالنسبة لنا ألخص في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى، التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الامام الخميني اخيرا يعني ثورات تمت وثورات الثورات المضاده ايضا حدثت وبالرغم من كل ما يمكن ان يقال على هذه الثورات والثورات المضاده الا انه هذا كل احدث احدث تغييرات كبيره جدا داخل المنطقه وكشف عن امور ما كانت لتنكشف لولا الثورات والثورات المضاده، يعني على سبيل المثال انكشف لنا الى اي مدى كان الخليج مكشوف امام الاطماع الايرانيه وامام الخطر الايراني، مكشوف من الناحيه الامنيه يعني الخليج كان معولا كثيرا على امريكا وعلى الحمايه الامريكيه لدول الخليج امام المطامع الامريكيه. هذا انكشف الان وبدا ان امريكا مستعده للتضحيه بالخليج في مقابل صفقه مع ايران. من نوع ما. آه، انكشف ايضا الى اي مدى آه، ظهر البعد كان البعد الطائفي يقف امام مشروع ايران. ايران ظلت آه، تقدم نفسها باعتبارها دوله مقاومه للمشروع الصهيوني. لكن فجاه وجدنا آه، الوجه الطائفي البائس لانه لو كان المشروع مشروع مقاومه فقط ما المقاومه موجوده السنه يريدون ازاحه اسرائيل والجميع المسلمين يريدون ازاحه اسرائيل فلماذا هذا الحرص الشديد على ان تكون المقاومه فقط ذات طابع شيعي؟ هذا يخفي حقيقه المشروع الايراني في في حقيقه الامر وقوفها الى هذا الحد مع المستبد في سوريا ومع كل المستبدين ودعمها لثورات شيعيه طائفيه داخل المناطق العربيه هو دليل على ان مشروعها في الاساس مشروع طائفي وليس مشروعا مقاوما، لانه الذي يريد الذي يريد ان يقاوم عليه ان يجمع كل قوى الامه لا ان يفرقها. ايضا انكشف الى اي مدى كانت مشاريع التغيير العربيه قاصره وهشه ومثاليه ورومانسيه ولم تكن مدركه لطبيعه الوضع الدولي ولم يكن لديها خطط جاهزه للتغيير ولا كانت حتى متوقعه لثورات مثل ثورات الربيع العربي. هذا وغيره كثير انكشف من نقاط الضعف في الامه وفي الاحزاب السياسيه وحقيقه المواقف الدوليه كل هذا انكشف بالثوره وبالثورات المضاده الى هنا نختتم هذه الحلقه نرجو ان نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله وحفظه